واحد، أنا قلت الحكومات الأوروبية تعاطت مع الربيع العربي بكليته، وإن كان يدرك اللغة العربية جيدا عليه أن يعلم ضيفك الكريم معنى هذه العبارة. أنا قلت إن هذه الحكومات تعاطت مع الربيع العربي بكليته دقائق العشر الأخيرة. نعم، سحقه سحقا اللبناني، سحق زيتون، يعني على سبيل المثال المشهد في البحرين، الله فيكم، هل دعم بالسلاح؟ هل دعم بالمال؟ هل دعم بالقرارات الدولية؟ هل فتحت له الجزيرة والعربية والمحطات أبواقها ومساحاتها؟ نعم، نحن نميز في قلب هذا المسمى الربيع العربي بين الخصوصيات. ونعم، أنا أجيد اللغة العربية لأنني أنتمي إلى هذه الثقافة، وأنا أحيا هنا بين هؤلاء الناس وأتعذب هنا بين هؤلاء الناس، ولا أسكن خلف المحيطات لأنظر عليهم. هذا واحد. اثنين، عندما يحصل تفجير في بروكسل وينفذه انتحاريون ينتمون إلى الفكر الوهابي، وسبق لهم ربما، سوف يبين في التحقيق، لكن نستند إلى التجربة السابقة الفرنسية، سبق لهم أن قاتلوا الدولة السورية في قلب سوريا. يأتيك منظر سياسي ليتحدث عن الولي الفقيه وليرمي قنابل دخانية لكي يموه على الجريمة. الشريك الأساسي في هذه الجريمة التي حصلت اليوم هو النموذج الذي نستمع عليه الآن، الذي يموه عن حقيقة وجه القاتل. هذا القاتل ليس صدفة، يحمل الفكر الوهابي، ولقد قاتل الدولة السورية وقاتل حزب الله. وإن كل من يتحدث الآن عن الاستعمار وعن الولي الفقيه وعن نظريات الإمبريالية وغير الإمبريالية هو في الحقيقة يمارس مهنة، علينا أن نقول له احذر، أنت تموه عن صورة القاتل والوحش، وأنت تقدم خطابا جميلا لكن في مضمونه هو الذي يضيع ويمحو بصمات الجريمة. أنا لست هنا لكي أمحو بصمات الجريمة. إن هذه الجريمة التي حصلت اليوم يحمل أصحابها فكرا الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإخواني المتعاطف معه ضيفك المحترم. نعم، أنت تحدثت عن مصادر هذا الإرهاب الوهابي المدعوم. نعم، المدعوم من آل سعود. أما ردا على سؤالك الكريم، كل هذا، نعم، ولم يرد على السؤال. الأوروبيون يدفعون سياساتهم. الأوروبيون يدفعون ثمن سياساتهم. باختصار، سيد سالم، كتبت هيلاري كلينتون في مذكراتها في فصل المعضلة الشريرة عن سوريا كيف أنها جبرت أن تغض الطرف عن تمويل المعارضة السورية بالسلاح، هذه المعارضة التي تضرب أذرعها اليوم في قلب الاتحاد، نعم، الأوروبي. طب سيد زيتوت، يعني العديد من أجهزة المخابرات الأوروبية حذرت من توظيف الفوضى التي تشوب عمليات اللجوء من قبل بعض التنظيمات الإرهابية لتمرير المسلحين أو حتى سعي بعض التنظيمات المتطرفة لتجنيدهم. هذه التنظيمات الموجودة في أوروبا ربما تسعى لتجنيد هؤلاء اللاجئين على التراث الأوروبي. كيف تنظر أنت إلى جدية هذا التحذير، أم أن له ربما أبعاد أخرى تستهدف ربما اللجوء؟ بطبيعة الحال هناك قوى يمينية متطرفة وقوى يمينية عموما في أوروبا لا تريد للآخر أن يأتي لأوروبا، تريد أن، وقد وضعت الجدر والأسوار وغلقت الأبواب من كل مكان لكي لا يصل الذين نهبت أموالهم واخترقت بلدانهم وحطمت أوطانهم ووضع على رأسها الاستبداد من أقصاه إلى أقصاه. هؤلاء لا يراد لهم أن يأتوا، لكن هؤلاء مساكين، هؤلاء مشردين، هؤلاء مستضعفين. وكنت أتمنى على الضيف وهو يتبنى الفكر، فكر الاستضعاف وخطابات الاستضعاف، أن يتحدث على هؤلاء المستضعفين. تحدث وقال أن هؤلاء وأن كلينتون وأن، لو أن الغرب لم يمنع السلاح على ثوار سوريا لكان بشار الأسد قد حدث له أكثر مما حدث للقذافي. لو أن الغرب لا يتحالف سرا وعلنا مع قوى الطغيان في هذه الأوطان لكانت قد رحلت. لو أن الغرب لم يدعم السيسي ولم يفتح له كل شيء لكانت مصر اليوم في أيدي أمينة وليس متجهة إلى فوضى عارمة. لو كان الغرب لم يدعم جنايات الجزائر لكانت الجزائر اليوم تنعم بأمن وسلام وليس تتجه ربما إلى فوضى عارمة. لو كان ولو كان ولو كان، وقصة طويلة من لو كان. لكن الغرب ثم تنضم لهم روسيا اليوم
ودعني أتحدث على روسيا التي تقوم بذبح شعب سوريا بسوخوي وبالميغ وبكل الطرق زعما من أنها تقاتل الإرهاب. لكن من أين جاء هذا الإرهاب؟ هل كانت داعش تتواجد في سوريا قبل أن يقوم بشار بقتل السوريين ولمدة تقريبا سنة أو سنة ونصف؟ نعم، كانت لكن الجماعات المسلحة الأخرى تتواجد؟ هل نعم كانت الجماعات في مصر تتواجد؟ لم تكن تتواجد، جاءت كرد فعل. نحن ندين عنفة فقط كي لا نبتعد عن الموضوع، يعني نتحدث عن تطور البحرين، من حقه أن أيضا يسقط الاستبداد، ولكن هل نتحدث على 500 في البحرين وننسى 30 مليون في العراق؟ 30 مليون الذي تحكمهم الدبابات التي جاءت من طهران وجاءت ودعمتها أمريكا؟ هل نتحدث على البحرين وننسى سوريا؟ نعم. 30 مليون الذين يذبحون اليوم شر ذبحة؟ هل نتحدث على هؤلاء ولا نتحدث على هؤلاء؟ لماذا نميز بين الضحايا؟ لماذا نميز بين القاتل؟ لماذا نميز بين القتل؟ نعم، طب ماذا بشأن الضحايا سيد زيتون؟ كي لا نبتعد، ماذا بشأن الضحايا الأوروبيين وأما نتحدث عنهم اليوم؟ هل هم ضحية هجرة أو وجود متسللين، وجود إرهابيين من تنظيم داعش جاءوا ضمن اللاجئين الذين استقبلتهم أوروبا؟ ما يحدث في أوروبا لديه عدة كما قلت لك مقاربات، ليس اللاجئين بكل تأكيد، ولكن إذا كان هناك مندسين داخل اللاجئين من مخابرات بشار ومخابرات إيران ومخابرات السعودية ومخابرات الإمارات ومخابرات مصر ومخابرات الجزائر ومن الجماعات وداعش، فما ما ذنب اللاجئين عندما تخترق داعش تصبح لعبة في يد القوة الكبرى وتصبح وسيلة لتهديم الأوطان وتهديم الشعوب؟ ما ذنب الأطفال سوريا؟ ما ذنب أطفال سوريا وأطفال العراق وأطفال أفغانستان؟ ما ذنبهم؟ ليس لهم ذنب، إنما هناك مقاربات استعمارية إمبريالية لا زالت مستمرة، ويبدو أن الإخوة في طهران قد أعطوا التعليمات أنهم لن يعودوا ضد الإمبريالية وضد الشيطان الأكبر، فمحدثك أصبح ينتقد من يعارض الإمبريالية ويعارض الاستعمار ويعارض الطغيان سواء كان في مداه الداخلي أو مداه الخارجي. نعم، طب دعنا نعطي الفرصة لسيد سالم زهران، يعني نفس السؤال، يعني كلمة العدل. نعم، فيما يتعلق بوفود المهاجرين، يعني هل يمكن أن يكون هناك استغلال أو توظيف لهم سواء من قبل تنظيمات إرهابية ومتطرفين أو من خلال أيضا كما قال السيد العربي زيتون أنظمة ومخابرات ربما لها مصالح فيما يحدث الآن؟ ما أجمل الحديث عن مساوئ الإمبريالية وأنت تسكن في مدينة الضباب تحتسي كأسا. أنا أسكن في مدينة الضباب لأن موسى وهو خير مني وهو رسول. أنا ما أطعتك أنا يا أستاذ، ما أطعتك، عمهلك عمهلك، حطين قواعد، حطين قواعد. سيد زيتون سوف أعود إليك، التزم فيها، حطيت قواعد حوار التزم فيها. من فضلك حطيت قواعد حوار التزم فيها. تفضل، لا داعي للشخصنا، من فضلكما لا نسمع قواعد حوار. قد أضطر لأوقف الحلقة لأنه لا نسمع شيء، من فضلكما. ما تنفعل عمالك عمالك عمالك، ما تنفعل بكل عمالك، بكل قتل. طبعا انت مع القاتل، انت لا تنفع لانك تقتل بدم بارد. بكل ولك حاج تكذب بقى، طول بالك، اسمع ما تقاطع. انت حطيت قواعد بعدم المقاطعه، اذا بدك تقاطع انا اشطر واحد بالعالم بالمقاطعه وحياه شعراتك الحلوين، ما تقاطع. انا ما قطعتك. تفضل سيد سالم، تفضل. انا حاضر اني ملتزم بقواعد. طب تفضل. واحد، اول شيء ضيفك ما بده ينفعل، قاعد بمدينه الضباب تحت الغيم عم بيشرب كاس ومرتاح وعم بيحكي على الامبرياليه. اللي بسمعك بفكرك والله قاعد لك في معسكر بالصين الشعبيه او بكوريا الشماليه وعم بتنظر. لا حبيبي، امبارح اول شيء انا مني منتمي الى الولي الفقيه، انا ابن بيروت وهيك ما بتعرفني، لكن نعم انا صديق لحزب الله لان هذه المقاومه قد شرفتني وهزمت اسرائيل. ونعم منذ 24 ساعة الولي الفقيه اللي حضرتك عم تحكي عنه طلع وأكد أن الأمريكي لا يزال عدو. واحد، بالشكل نصيحة، لا تأتي على منكر وتأتي مثله، لا تأتي على عيب وتأتي مثله. أنت تعيب على الإمبريالية وأنت ساكن في عاصمة الإمبريالية. البس شروالك وعقالك وكفيتك ورجع على الصحراء وتعال نظر علينا. أنا قاعد بين أهلي وبين ناسي. أنا أطلب من الصحفي. نعم نعم، طب اسمعني ما تقاطع، بدك لا داعي للشخص، أنا يعني لسنا هنا بصدد مناقشة لا سيد سالم ولا سيد زي. يا سيد سالم طب جاوبني على السؤال، يعني ما تقاطع
قبل قبل لا 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 بدي اثبت له نقاط ورد علي ابن بدي رد عليه. يعني اذا فتنا في شخصنة الحوار يعني ما ما الذي يمكن ان نستفيد من حوار مثل هذا؟ لنسكر الفكره لنسكر الفكره. لا هو سمى اسماء وشخصنة. طب تفضل سهل تنظر على الامبرياليه انت وعاش مدينه لندن. انتهى الحديث. انا امريكا كانت عدوه وبعدها عدوه وبكره عدوه وبعد بكره عدوه. واحد اثنين رح بلش بمطرح انا وياك متفقين مشان نغير هيك الجو. نعم اللاجئون السوريون مظلومون واللاجئون العراقيون مظلومون واللاجئون الافارقه مظلومون ويتحمل هذا الظلم منظومه طويله عريضه تصل الى العاصمه التي يسكن فيها ضيفك الكريم التي استعمرت وقتلت ودمرت. هذا صحيح لكن أنا لا أريد أن يضيع النقاش والحوار في مسائل مر عليها ألف عام. نريد أن نناقش على الأسباب الحقيقية الموجبة الآن. الذين فجروا أنفسهم في فرنسا لم يكونوا من اللاجئين القادمين من خلف البحار بل كانوا من الساكنين ومن المولودين في قلب القارة الأوروبية. لكن هؤلاء يحملون فكرا وهابيا تكفيريا وهؤلاء استمعوا إلى محللين ومنظرين سياسيين نظروا إلى فكرة الجهاد بمعنى قتل النفس. هذا واحد. اثنين، ألا هل يجوز أن نعيب على أهل البحرين عددهم؟ هل الحق تقرره القلة؟ موضوع محمد مرسي والسيسي. لا لا هذا ليس موضوعنا سيد سالم. هذا ليس موضوعنا. إذا كان ضيفنا من بون جاهز. لا 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 نتحدث عن مصر نتحدث عن هجمات بروكسي. إذا أنت شايف محمد مرسي نموذج للتحرر العربي. من فضلك سيد سالم معنا من مدينة بون الألمانية الكاتب والصحفي السيد ملهم الملائكة. سيد يرتكب باسم الإسلام أو ينسب إلى إمام المسلمين. إذن دعوكم من التحريض على إخوانكم ومن التحريض على المسلمين في أوروبا فهم 40 مليون تقريبا أو في الغرب. فدعوكم من هذا التحريض. نعم. لأنه لن يأتي إلا بيمين متطرف سيذهب أكثر وأكثر. ولا تنسوا وأنكم أنتم الذين تدعون الدفاع على المستضعفين في البحرين أن 40 مليون أيضا موجودين في أوروبا. بالنسبة للذي ظل يكرر لندن ومقيم في لندن أذكره أن الخميني كان يقيم في فرنسا مثلا. نعم لكي لا نبتعد عن الموضوع. أنا سألت عن الخطر. سيد العربي زيتون. سيد العربي زيتون. سيد سالم. سيد سالم. أنا سألت عن الخطر. الله لك شو فكرة هيك. الله لك شو فكرة. إيش الشعوب خلاص. أذبحوا الشعوب وضحكوا جيد. طلع لك فكرة أن إيش سيد سالم. سيد سالم من فضلك. سيد سالم. لحد هاللحظة. سيد سالم أنت تحدثت عن قواعد الحوار. من فضلك سأعود إليك. سيد سالم سوف أعود إليك. سيد زيتوت سألت عن الخطر الذي يشكله المقيمون من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في الدول الغربية من الأجيال الثالثة والرابعة. هل هناك فعلا خطر حقيقي منهم؟ هل تعلم أنه ممنوع على المسلمين أن يذبحوا شاة العيد في بلجيكا؟ هل تعلم ذلك؟ هل تعلم أن هناك تضييق رهيب على المسلمين في فرنسا إلى حدود لا يمكن تصورها وأن هناك الملايين من المسلمين يعيشون في حالة تضييق؟ هل تعلم أن هناك كثير من النساء نزعن حجابهن حتى لا يقتلن في الطرقات؟ هل تعلم أن هناك أكثر من امرأة فقدت جنينها أو قتلت؟ هل تعلم أن هناك امرأة محجبة مسلمة وبحملها في السابع قد قتلت؟ والمستفيد أيضا هي النازية الجديدة التي بدأت تطل برأسها من البعيد. وللأسف لا يزال الحوار هنا وفي العديد من الأماكن حوارا تمويهيا بكثير من القنابل الصوتية والدخانية. تناقش في تفجير في أوروبا فيتحدثونك عن الولي الفقيه والولي الفقيه والولي الفقيه. ويحكم نحن الآن في مكان آخر وفي مفردة أخرى. الآن وأنا أتحاور معك وصل خبر عاجل أن الشرطة الهولندية تشتبك مع مسلحين في قلب أمستردام. هل يكون النقاش في هذه المسألة بالعلم والسوسيولوجيا أم يكون النقاش بتحريض المسلمين والقول لهم أنتم مظلومون في أوروبا؟ هل يكون النقاش في هذه اللحظة بالحديث عن القيصر في روسيا والولي الفقيه عن إيران وهذه اللغة الخشبية العفنة القادمة من العصور الجاهلية؟ تأدب. اللحظة ليست لحظة ديبيت وسجال. الآن اللحظة هي لحظة وضع الإصبع على الجرح. نعم أنا أخاف من أن تذهب أوروبا إلى حرب ضروس يتقاتل فيها النازيون الجدد والداعشيون
ونكون أمام مشهد فاشي مخيف. نعم طب من المستفيد؟ ونعم أنا أخاف من بعض النماذج بثواني أرجوك أنا استمعت ولم أقاطع. ونعم أنا أخاف أن يستفيد ردا على سؤالك النماذج التي تنظر للعبث والفوضى والقتل، النماذج التي لا تتأسف على أرواح الأبرياء الذين يقتلون في الشوارع، النماذج التي تقول للمسلم أنت مضطهد في أوروبا. لا، أوروبا وأنا ضد حكوماتها لكن لها فضل على العرب وعلى المسلمين وعلى اللبنانيين. نحن اللبنانيون هاجرنا إلى ألمانيا وإلى فرنسا وإلى بلجيكا، تعلم أهلنا هناك وأرسلوا الأموال هناك وعاشوا بكرامتهم هناك، وربما عاشوا بكرامتهم أكثر منا نحن الذين نحيا في هذه البلاد. غريب أمر هذا العالم، رجل يسكن في أوروبا ويتحدث عن مظلومية أوروبا للعرب والمسلمين ثم يأتيك ويتحدث عن الاستبداد. غريبة هذه اللحظة التي يتلاقى فيها الفاشي الوهابي الداعشي مع الفاشي النازي مع الفوضوي الذي يكب الأفكار شمالا ويمينا ويستحضر عبارات مر عليها الزمن. هل وزعت الوقت جيدا يا صحفي؟ نعم سوف أعطيك الفرصة سيد زيتوت. نعم سيد، يعني سيد زيتوت نتحدث عن استفادة بعض الأنظمة مما يحدث من العمليات الإرهابية التي تشهدها أوروبا سواء لتأكيد تحذيرها السابق من في عواصم كثيرة، وسيشرب نخبها على أنهم هذه أوروبا وقد زلزلت مرة أخرى وفي قلب عاصمة أوروبا بريكسل. هذه الليلة كبار المستبدين وكبار الطغاة وكبار المجرمين في هذا العالم وخاصة في عالمنا العربي سيرقصون زهوا ويغني لهم أمثال المتحدث من لبنان. هذه الليلة بكل تأكيد ما تشخصن ما تشخصن ما تشخصن ما تشخصن ما تكون قليل الأخلاق عم نناقش أفكار مني أنت بلا إحساس كنا عم نناقش بأفكار يعني أنت بلا إحساس وبلا عقل عم نناقش بفكرة أقدم فكرة ما تشخصن لأنه أنا بمسح الأرض فيك بالشخصنة أخرس هذا المتكلم ما تشخصن بمسح الأرض طب خلاص يعني كي نسمع بعضنا واحد مثلك بيخرس أنت عايش سيد سالم سيد سالم كي نسمع بعضنا مع المخابرات البريطانية وبتدز على العرب لا داعي للشخصنة وكفى انت معلمك اردوغان ومعلمك طب محمد سيد سالم طب سيد سالم كيف نسمع بعضنا ساعطيك الفرصه انت يا راسي بعدك لحد اللحظه لم تعسف على طب كيف نسمع بعضنا سيد سالم سوف اضطر لايقاف الحلقه لاننا لا نستفيد شيء من هذا الضجيج وهذه الفوضى يطلع من النقاش تفضل سيد زيتون تفضل سيد زيتون ما شخص يا مستبد انت المستبد من دون شخص انت داعشي وانت وصلت الفكره سيد سالم زهران وصلت الفكره شخص سيد زيتون من فضلك بدون شخصنه بدون وصلت الفكره سيد زيتون من فضلك نعم بالنسبه لسؤالك شوف نحن نعيش مع الشعوب الاوروبيه والشعوب الاوروبيه شعوب عامله وشعوب متخلقه وشعوب منظمه وشعوب يا ليت شعوبنا تستفيد من كثير مما لدى هذه الشعوب وانا مره اخرى أدين بكل الألسن وقد بدأت بهذه الإدانة أي قتل لأي مدني في أي مكان فما بالك أن يقتل الأوروبيين في أوطانهم أيضا من أناس يزعمون أنهم ربما ينتمون للإسلام أو يدافعون عن المسلمين هذه لا علاقة لها بالإسلام ولا يمكن لها علاقة بالإسلام الإسلام جاء رحمة للعالمين ولا يمكنه في أي لحظة من اللحظات لا أنا وهذه عقيدتي وهذا إيماني ولا الإسلام أن يبرر لهؤلاء بالرغم ما يقال وما يشاع في بروباغندا الجماعات التي تساعد الاستبداد بالنسبة للأوروبيين يجب أن تكون المقاربة بسيطة المقاربة دعوا الشعوب المنطقة العربية تقرر مصيرها دعوها تقرر مصيرها لا تتدخلوا في شأن هذه الشعوب عندما تغير الأنظمة سواء بالانتخابات أو بالانتفاضات فلا تتدخلوا وتعيدوا الطغاة وتسقطوا الأنظمة التي انتخبها الشعب في الجزائر كما في فلسطين كما في مصر كما في ليبيا كما يسقط أولئك الذين جاءوا بانتخابات مشروعة حقيقية خيار شعب ماذا يأتي فيما بعد؟ لا يأتي إلا الغاضبين ولا يأتي إلا المتنطعين ولا يأتي إلا من تخترقه مخابرات محلية ودولية لكي تعبث بهم ولكي يعم العنف ويعم الإرهاب ويعم الخوف إذا أرادت البشرية أن تعيش بسلام فعليها أن لا تفرق بين ضحية وضحية وبين إرهابي وإرهابي وعلى الغرب مرة أخرى وأنا من هنا أقولها لهم وهذه قوة حجتي أنني من عاصمة غربية أقول للقوى الغربية لا تدعموا الطغاة والمستبدين عندنا لا تدعموهم
لأن دعمهم سيؤدي إلى فوضى، وهو يؤدي إلى فوضى. والمثال السوري والعراقي هو أكثر الأمثلة وضوحا، والمصر على الأبواب وأماكن أخرى على الأبواب. من فضلكم دعوا الشعوب هذه المنطقة تختار وتتحرر وتقرر مصيرها وتختار نموذجها الاجتماعي والثقافي كما تريد، وتتعاون البشرية على الخير وعلى الخير كله. أما أن يستخدم الإرهاب لذبح الأوطان وذبح البلدان، فعلينا أن نتذكر، عندما نتذكر وندين تفجيرات بروكسل أو باريس، فنحن ندين أيضا الطائرات التي تقتل في الرقة وتقتل في حلب وتقتل في حمص وتقتل في صنعاء وتقتل في تعز. أينما يقتل بريء فتلك إدانة، وأين هناك ضحية فيجب أن نصرخ أن يتوقف هذا. نعم. طب سيد سالم، يعني كما تابعنا ضمن ردود الفعل التي صدرت اليوم بعد الهجمات التي شهدتها بروكسل، موسكو دعت إلى توحيد الجهود الدولية، وباريس دعت إلى تعزيز التعاون الأوروبي. هل يمكن التوجه لتشكيل جبهة دولية موحدة لمحاربة الإرهاب بدل سياسة الأحلاف التي نشاهدها الآن؟ هولندا، أنا استمعت إليه الرئيس الفرنسي بعد تفجيرات بروكسل بدقائق، ظهر بخطاب علني أمام الجماهير. المفاجأة أنه قال أنه يدعو الناس أن تستثمر في قطاع التجارة ولا يخاف ولا يقلق على أموالهم. هذه المادية الوحشية هي جزء من الذي جلب الويل على أوروبا وعلى العالم. للأسف القيادة الفرنسية التي تنال اليوم 13% فقط من أصوات الناس وفق الإحصاءات هي جزء من أسباب هذه المشكلة، وهي جزء من الداعمين لهذه الحركات التكفيرية كما ثبت بأكثر من دليل قاطع. هذا واحد. أما في الشأن الروسي، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه. منذ أكثر من قرن خرج الروس إلى أوروبا يحررونها من النازية الفاشية، ويبدو أن على الروس اليوم أن يحضروا القبعات الحمر، فلديهم مشوار آخر لتحرير القارة مرة جديدة من الفاشيتين، من الفاشية الداعشية الوهابية ومن الفاشية النازية التي بدأت تطل برأسها من البعيد. وما بين هذه المعركة الفاصلة، نحن في النظرية التي روج لها الأمريكيين، الأعداء الأمريكيين، بصدام الحضارات مع هينكتون وصراع الحضارات. يبدو أن كل النظريات التي استمعنا إليها منذ عقدين من الزمن قد بدأ تنفيذها. نعم، هناك من يحضر مسرح العمليات من أجل صدام الحضارات، ولكي يقول أن هؤلاء المسلمون عاجزون على العيش مع هؤلاء المسيحيون، وأن هؤلاء المسيحيون عاجزون على العيش مع هؤلاء المسلمين. هناك تحضير لمسرح عمليات مخيف، بموجبه سوف يخسر العالم كله وسوف تخسر الإنسانية. في هذا الطريق إلى هذا الصدام تأتيك أصوات نشاز لتضيع البوصلة الحقيقية والمشهد الحقيقي، ولتطلق النيران العشوائية هنا وهنالك وهناك لكي تضيع الحقيقة. الحقيقة أن هناك لحظة يتلاقى بها النازية القديمة مع النازية الجديدة. الحقيقة أن هذا الذي فجر نفسه اليوم لقد مر بمراحل، أولى هذه المراحل غسل الدماغ والأفكار الوهابية العفنة الموجود نبعها الأساسي في السودان. هناك الاستبداد الحقيقي، هناك الاستبداد الحقيقي، وهناك العقل المستبد الذي يعتقد أن الله فوضه أن ينتزع روح لكي كما يزعم يخرج إلى الجنة ويلتقي بحور العين. مشكلتنا لا يمكن علاجها بالأمن، تحتاج إلى مقاربة فقهية ودور كبير للأزهر الشريف الذي نأمل منه خير، تحتاج إلى خطاب يشبه خطاب سماحة مفتي روسيا الاتحادية الشيخ راوي، تحتاج إلى خطاب معتدل يدعو إلى نبذ التطرف، لا خطاب يقول هؤلاء بناتكم المحجبات ينزع حجابهن في أوروبا. من يقول هذه الجملة هو شريك في الإرهاب وفي التحريض على الإرهاب من حيث يدري أو لا يدري. نعم. طب سيد زيتوت، يعني في ظل ردود الفعل التي صدرت بعد تفجير الذي يتحدث عن
أن في تركيا وهابية. ما تشخصن يا محمد، ما تشخصن يا محمد، أنا ما شخصنت معك يا محمد، أنا ما شخصنت معك. لا تقاطعني، أنا لم أقاطع، أتأدب يا أهل، عم نحكي بينكم، ما تشخصن، عم نناقش بينكم. أنا لم أقاطع، أنا أناقش أفكار، أنا أناقش كلمات جميلة، أنا أناقش كلمات. أسكت، استمعنا لك، إذا استمعنا لك يا سيد، ناقش بالأفكار يا صحفي. تفضل تفضل سيد زيتون. سيد سالم، استمعنا لك، حظيت بوقتك، نستمع إلى سيد زيتون. الذي يقول أن الوهابية في تركيا كمن يقول أن والده هو سيدنا نوح. دعنا نمر على هذه. أما الحقيقة فهي، وأنا أكررها مرة أخرى، إن قتل أي امرئ بظلم، إن من قتل نفسا بنردده وسنقوله إلى الأبد، سندين القاتل أي كان. مستبد أو غير مستبد أنا أول من أدان داعش يا محمد. أنا في الأيام الأولى أو غير التي دارت فيها داعش. سؤال سؤال يا سيد، أردوغان مستبد أو غير مستبد؟ بدون فلسفة جاوب يا سيد. أردوغان اختير بالانتخابات بينما الولي الفقيه، أردوغان اختير بالانتخابات بينما الولي الفقيه لا يختار أبدا. إذا أردوغان بالنسبة لك نموذج تضيع وقت الحاكي معك، إذا أردوغان بالنسبة لك نموذج بالديمقراطية، سيد سالم لك مثل شعرك مش موجود. طب لا تشخصن صحراء حديث. تحدثنا عن عدم الشخصنة، تحدثنا عن عدم الشخصنة سيد سالم. سيد كلام لا يفيد، كلام غير مفيد. أردوغان نموذج للديمقراطية بالعالم. طب خلينا نسمع العرب. الصحفيين هو الخميناي، هو الذي نموذج الخميناي، هو الذي نموذج الذي هو فوق الرئيس. سيد نعود إلى الموضوع كي لا نبتعد، كي لا نبتعد عن الموضوع. من فضلكما، من فضلكما، السؤال من جديد، أعيد السؤال. في واحد عم بينظر على الناس بالاستبداد وبالحرية وطالع معه أردوغان نموذج. طيب سيد سالم اسمعني، جاوب. أردوغان مستبد أو أنا من يطرح الأسئلة؟ سيد سالم أنا من يسأل، أنا من يسأل، أنت يا منظراتي جاوب. أنا من يسأل سيد سالم، أنا من يملك الحق في السؤال. سيد العربي زيتون، سألت عن إمكانية تشكل أحلاف جديدة. ساعة تحكي الاستبداد عشوائي، أنا رح صدقك ولك عشوائي، أنا رح صدقك بلا فتنة. فكرتك عن جدد الاستبداد. هول الصحفيين الموجودين هلا بالسجون بعد أردوغان، هذا من مستبد؟ وكم في مصر؟ وكم في إيران؟ أنا بعرضك والله بتبلغ موضوعنا يا سيد سالم. لسنا بصدد الحديث عن أردوغان. يا سيد سالم، جاوب بتركيا، ما تضيع يا جبان، ما تكون جبان، جاوب. لا داعي، لا داعي للشخصنة سيد سالم، أعطيناك الوقت الكافي. سؤال، أردوغان مستبد أو لا؟ محمد مرسي مستبد أو لا؟ اشرب مي، اشرب اشرب. محمد مرسي اختاره الشعب المصري، وأردوغان اختاره الشعب التركي. يا سيد، يا سيد لا تقاطعني، وأنا أتمنى على الصحفي أن يعرف كيف يدير هذه الحوارات. محمد مرسي أبو على محمد مرسي، أنت إخواني صغير حقير. طب خلينا سيد سالم، سيد سالم من فضلك، من فضلك، سأضطر لإنهاء الحلقة. قول من الأول من وقتنا، من وقتنا ضل ثلاث دقائق يا صحفي. ما تستحي، ما تستحي. طب سيد سالم من فضلك، من فضلك، قول أنت من فضلك، ما تستحي. من فضلك سيد سالم، ديمقراطية وحقوق الإنسان، عرف عن نفسك أنك إخواني صغير يا سيد صحفي. إخواني صغير تسكن في لندن العاصمة. سيد سيد سالم، سيد سالم، سوف نضطر لإنهاء الحلقة، لا نسمع. ايه هيك عرب حالك، تعمل لي ديمقراطية وحرية ولك بلا فتني، انا عشوائي رح صدقك. عونطجي، يلا غيرك، غيرك عونطجي. كشفت اخواني، قول انك اخواني حقير صغير. ما كنا كملنا الحديث معك لهون ومحترمينك. انا اشعر ان روسيا لك، انا عم عشوائي، انا رح صدقك انك مفكر واديب وعم تحكي بالاستبداد، بحكيك بهنكتون بتحكيني باردوغان. انا سأضطر سيد سالم، سأضطر لانهاء الحلقة. سيد سالم، سيد سالم من فضلك، التزم 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 من فضلك بتوزيع الوقت. تفضل سيد العربي، يتحدث عن امكانية تشكيل جبهة دولية موحدة لمحاربة الارهاب. يا ليت السيد يناقش الأفكار ولا ينزل. أنا لولا احترامي للمشاهدين الكرام لا أسمعته كلمة أفكار لك، لكن إن شاء الله أبداً. أنت شافت إخواني أبداً. مجرم أنت لو ما بتشتغل. لا داعي للشخصنة سيد، سيد سالم، سيد سالم، ما بتكون على الشاشة، أنت لازم تكون بالحبس. ولك أنت هيدا اللي فجر حاله، مثلك زميلك رفيقك طبعا طبعا، أنتم جبحتم الناس. أنت يا مخابرات تشتغل مع الإنجليز، يا سيد أما سالم. أنت مخابرات عامل لي عنوان أنك مفكر وأديب. أنت وإخواني مع أردوغان، يعني أنت حقك فرنجان. لا موضوعنا أردوغان ولا موضوعنا السيد العربي زيتون. سيد سالم، يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك، استحي انضب. عم تحكي بالاستبداد ولك بلا فتني، انا عشوائي رح صدقك. يا صحفي، يا ليت تخرج هذا الكلام، طلعت مخبر صغير عند الاخوان المسلمين. تفضل سيد زيتون، انا تفضل في دقائق قليله. يتمتع بسوء ادب هذا المتحدث. سأضطر لانهاء الحلقه.
طلعت كثير تافه على عليك عن نفسك ثاني مره. كان عليك ان توقف، كان عليك ان توقف سوف اضطر لايقاف. تقول لي استبداد، عرف عن نفسك صح. انت عند اردوغان بالمشروع الاخواني، ما تستحي ما تستحي، عادي عادي. اردوغان اختاره الشعب التركي ومرسي اختاره الشعب المصري، بينما الولي الفقيه لا يختاره الشعب الايراني. الولي الفقيه الذي تعبده، الولي الفقيه الذي تعبده لا يختاره الشعب الايراني. اطلع اكتب لك واجي الولي الفقيه اشرف منك من اردوغان، وصلتنا لهون بالحكي. عرف عن نفسك ثاني مره اخواني اردوغاني حقير، هيك لازم تعرف عن نفسك. انتم بلاء هذا العالم، وانتوا اللي عم تفجروا باوروبا، انتوا فتحتوا مرسين لكي ينتقل اليها الارهابيين. هذا اردوغان هو هتلر هذا الزمن وهذا العصر. انت لك عين عم تحكي بالاستبداد، نعم انا في قلب محورنا. إذن سوف اضطر، اعتذر لمشاهدينا الكرام، سوف اضطر لانهاء هذه الحلقه، لكن قبل ذلك اذكر بنتائج مشاركاتكم على تويتر.